السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كما ترون هنا الشيبة الآن ستخترق سقف جديد جدا، ويعني قمنا بقصفها بطريقة مباشرة. الآن أنتم لايف ترون أن هاتي ليست صورة، هذا يعني مؤشر شارت حقيقي. وهنا الهدف كان عندنا في 17، الآن هي في 16 53 16 58. هنا سنقصفها بطريقة مباشرة. متى بكم اشترينا الشيبة؟ اشتريناها ب 0 فاصلة، المهم بال 8.2، الآن هي في 17، يعني الربح كم؟ فوق 100% من الربح. أصحاب الشورت سنرى بكم الشورت هولد يمكنك القصف بماركت برايس. الآن ربحك محترم فوق، اعتذر الإخوان عندي هذه اللعيبة هنا، فوق ربح. المهم ترون أنه سيتم الآن بدأ القصف يعني بطريقة مباشرة. أما زلت حيا ترزق، أنا كان أظهر عندما فقط يكون القصف. المهم التوصية كانت الإخوان يوم 20 شهر 6، يعني لم نضرب أي هدف فيها حتى الآن. لماذا؟ سترون عندي شيء هنا، ستلاحظون أن سعر الشورت هولد هو 0.17، أي فوق 100% في الشورت هولد. ستقول لي لماذا بروفيسور؟ يعني غيرت من الشورت هولد من 10% ل 17%، يعني ثم قلبته يعني مباشرة لفوق 100%. سأقول لكم لماذا. الفرص لا تعطى ولا تأتي يوميا للسوق، الفرص لا تأتي يوميا للسوق. انظر هنا 8.2، هذا هو سعر الشراء الآن، يعني حاليا السعر وصلت ل 16.78. سترون أنها سترتفع أكثر طبعا، لكن الآن نتكلم عن السعر الحالي 16.78. أوكي، كم الربح الإخوان؟ 104.63%، هذا في الشورت فقط حاليا بالسعر الحالي، يعني لو وصلت إليه 104% في الشورت فقط. ستسألني بروفيسور لماذا ليست 17%؟ لماذا؟ يعني أرقام كبيرة جدا، هامش ربح كبير جدا. سأقول لك يا عمي، انظر هناك عندنا بعض الناس الذين عندهم نزول 30% 40% 50% في بعض العملات، نعوضهم يعني هنا لموازنة المحفظة، يجب عليهم الربح 100% في بعض العملات الأخرى لتصبح عندهم يعني النزول متعادلين أو رابحين. وهذه استراتيجية نعمل بها هنا في قناة توصية المدفوعة سومي هولد في اي بي. والربح ليست هذا هو فقط الهدف الاول لاصحاب الشورت، هناك اصحاب السومي هولد عندهم 0.20. انظر هنا من 8 عندهم 20، انظر كم الربح 143%. انظر هذا اصحاب السومي هولد، انظر لاصحاب الهولد 28 241%. ترى ان هناك ربح، ونشتري يعني شوف نشتري عملتنا ونرتاح. هل نحن خاسرون؟ لا. هل السوق سيء؟ لا، لكن تحتاج أن تنتظر وقت لا بأس به حتى يضرب الهدف الجيد. طبعا قانوننا نحن في سومي هول أو لسومي تريد سيستم بصفة عامة، يعني لا تبيع قبل الهدف، هذا هو قانوننا، لا نبيع قبل الهدف ولا نقول لا بيع ولا اشتري. يعني الشيبة أول شيء ترى هنا، يعني الشيبة سترى هنا، يعني أول شيء الذي تراه هو التوصية يعني في البحث هناك بعدها. إذن هذه كانت يعني ضربة آخر توصية. هناك توصيات أخرى يعني عندهم الآن، توصيات أخرى كذلك في عملة الشيبة. عندنا هناك أهداف أخرى في عملة الشيبة ننتظرها، ننتظر العشرين. إذا صعد للثمانية وعشرين عندنا أصحاب الثمانية وعشرين كذلك يريدون قصفها بهذه الأسعار. وترون أن الشيبة تم الشراء تقريبا ب 82، تم شراء الشيبة ب 82 أظن 97 71، نعم نزلت لل 71، لم يضرب الهدف 70.
ثم يعني 82، والآن هي في ال 16. انظر ستخترق سعر 17 الآن، سيتم اختراق 17. انظر 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 لهذا، أنتم حاضرون الآن ملحمة. انظر انظر، سيتم اختراق 17 الآن. انظر 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 مباشرة معكم، سيتم اختراق 17. سنرى بالأربع ساعات، سيتم اختراقه الآن. 18 88 ستضرب، يعني حتى الشباب الغير موجودون حاليا بالسوق سيتم البيع الآن، لأن فيها الشيبة في 17. ستقول لماذا لا تصل الشيبة ل 17؟ الشيبة في 17 عليها ضغط رهيب جدا، لأنه هو فريكونس البيع الخاص بنا، لهذا يحاولون يعني السوق يحاول ألا يصل ل 17 لأن فيها ضغط كبير جدا. كل مرة يتم يعني الآن ثم بدأ يخف الضغط، لأن الشباب يبيعون الآن بالماركت برايس. انظر بابا، انظر الآن ستبدأ الحركة. ستقول لي لماذا لم الشيبة لماذا توقفت قبل 17؟ 17 نحن موجودون فيها، هاتي العملة الآن، نحن في 17 موجودون، يعني ليفهم الإخوان. توجد عندي هنا يمكن أن نرعد أكثر. انظر هنا، حاليا في شنو هذه الشيبة؟ لا لا، هذه الفيدة ليست الشيبة، لعنة الله عليها. شيبة، أعتذر إخوان. انظر هنا فوق 16، لا يظهر لي كل شيء هنا طبعا. المهم فوق 16، فوق يعني انظر هناك 16 19 16 91 موجودة، 16 95. السعر يرتفع الآن 83 85. ستخترق السقف، لأنها الآن أعطيت أنا، قلت لهم بيعوا بالماركت برايس، وعندما تكون هناك حركة بالماركت برايس سيخف الضغط على 17. انظر هي 16 88 بجانب 17، لماذا؟ لأن هناك عندنا يعني ضغط كبير في ذلك الرقم، والشباب يشترون بآلاف آلاف دولارات، هناك الكثير من آلاف دولارات في رقم واحد، لكن ستخترقه الآن بعدما رأيت مباشرة أنني قلت لهم بيعوا بالماركت برايس. لماذا؟ لكي يحصل الشباب الذين لم يحضروا على فرصة البيع، لأن إن لم نخفف الضغط في 17 فلن يتم البيع، فلن تصل يعني الشيبة ل 17، لأن الكل خائف، يظنون أن هناك حوت أو لا ندري أو ديناصور نائم في 17، لكن الآن سيتم اختراق ال 17 إن شاء الله. انظر 16 95، يعني المكان الذي نحن فيه يحسب له 1000 حساب. هاتي عملة شيبا، يعني انظر الآن أقول لكم سيتم الاختراق، لأن خلاص يعني قمنا بفتح القفل. 97 98، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يقترب، انظر الإخوان 17 رقم مهم جدا عندنا في 17. سنرى هل هناك 17؟ ها هو 17، انظر كم فيها 16 ألف، 16 مليار. انظر أكبر رقم هو في 17، 16 مليار. انظر رقم كبير جدا، لكنه يتفتت شيئا فشيئا. إذن بدأ التفتت إن شاء الله. انظر الإخوان، هذا هو 17 نزلت هي الحمد لله، تفتت فيها 17 مليار، أظن 17 مليار فيها فقط. الآن بدأ التفتت الآن 17 18 مليار في 17، تتفتت الآن قليلا فقليلا، حتى لو رأيتم أرقامها تزيد، لأن 17 رقم مهم جدا. سيتم الآن اختراق 17 الآن سيرتفع السعر وستضرب 17.
المهم، يعني القصة ليست الرقم 17، فيه رقم كبير جدا، 17 مليار. 17 مليار في رقم 17، واو، أكبر رقم قلتها لكم والآن ترونه. يعني تفتت قليلا وتفتت، يعني تفتت قليلا، لكنه يعني يبقى دائما الرقم الأكبر. يعني الآن هو 17 مليار، لكن قبل يعني أن أكلم الشباب قبل الفيديو، لقد تكلمنا عن بداية البيع، يعني الهدف علينا عنه، فتم بداية البيع وقلنا لهم الآن اقصفوا يعني بسعر الماركت برايس. يعني ورغم ذلك، رغم كل هذا، يبقى الرقم الأكبر. انظر نحن أين، لكننا قريب الآن، سيتم الاختراق إن شاء الله، سيتم الاختراق مباشرة معكم هنا بإذن الله. 88 16 88 98 87، سيتم الاختراق إن شاء الله اليوم. 17 في 18 مليار أصبحت 19 مليار. يعني الرقم الذي نحن فيه هو رقم كبير جدا، يعني رقم كبير جدا. أحتاج فقط لدخول الحمام، لم أعد قادر لم أعد قادر على ضبط الموازين. المهم الإخوان، لكي لا يطيل الفيديو أكثر من هذا، دعوا. المهم الرقم عندنا هو في 17 في 17. هناك تقريبا عندنا نحن فقط، يعني الشباب الذين غير موجودون حاليا بالمنصة، عندهم 17 مليار تقريبا خاصة بنا نحن، يعني تضاف عليها مليار 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 ونصف، مليارين هي للمضاربين، أو حتى 3 مليارات قد تصل إليها هي لبعض المضاربين. انظر هنا، يتم البيع أمامنا في 98، يتم البيع أمامنا في 98، وهذا شيء سيء جدا. في 99 98 يتم، أو نزلت، لا 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 لم تنزل، لا. في انظر هنا الآن يقومون بالبيع أمانة، يعني أمام الشباب الذين لم يبيعوا، وهذا أمر يعني سيجعلها لا تصل إلى 17، تقترب تقترب ستخترق ستخترق 17 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ستخترقها الآن، ستخترقها ستخترقها، اخترقيها، اخترقي اخترقي نعل اخترقي. سيتم الاختراق إن شاء الله بعد قليل، نحن ننتظر. هذا هو الإخوان، يجب إدارة الصفقة. لماذا قلت لنبيعه بالماركت برايس قبل قليل؟ لأن لكي يحسب الإنسان حسابه، لا ندري، هذا سوق، هذا سوق الإخوان ونحن في سوق. يعني إن لم تقوم بإدارة يعني الصفقة يعني يدويا، فالقصة صعبة. يعني يجب، هناك أناس تراك كما نحن نرى الآن، عندنا 18، نحن قريبون جدا، قريبون جدا الإخوان، سيتم الاختراق، سيتم الاختراق. أصبحت 20 مليار، يتم الضغط على الرقم 17 بجهات أخرى كذلك، يعني يصبح رقم كبير جدا، لكن سيتم الاختراق إن شاء الله الآن. انظر 0.0000 صبختها، فاك شيت، تم الاختراق، تم الاختراق بنجاح، تم الاختراق وتم البيع الآن، تم بيع كل شيء، تم البيع، تم البيع الإخوان، تم البيع. انظر انظر، تم الاختراق، تم اختراق كل شيء، تم اختراق كل شيء، تم الاختراق. 17 بقيت فيها فقط، تم اختراق، تم الاختراق، تم الاختراق بنجاح. الآن الشيبة يمكنها أن ترتفع للعشرين براحة. لماذا؟ لأن خلاص تم الاختراق. ستقول لي هل تم البيع كل شيء؟ نعم، لأن الرقم 17 نحن عندنا يعني فيه الأوردرز منذ شهرين تقريبا، أو شهر وعشرين يوم، مثل هذا شهر وعشرين يوم. النظام الباينانس يبيع لي الأقدم الأوردرز، هم الأولون هم نحن، ثم يبيع لي من يضعون معك في نفس الرقم الذين هم متداولين جدد. إذا تم الاختراق ونقول لكم السلام عليكم. الهدف في شكل مباشر كنا نصوره في هذا السوق الجميل الذي يقول لكم الإخوان السوق، نعم حاليا هو سوق صحي جدا، سوق جيد جدا للتداول. البيتكوين سعره غير غالي جدا، وإذا نزلت بقليلا ستعود، يعني مضمون العودة. السوق الآن هو سوق مكان جيد جدا للتداول، تداولوا تداولوا تداولوا، وعوضوا إذا كان عند أي شاب
من الناس الذين خارج طبعا قناة توصيات. نحن في قناة توصيات ملتزمون بالقواعد، تخرج عن القاعدة تخسر ذلك أمرك، أمر يتعلق بك، تحترم قواعد أنت تربح. الآن الربح كم؟ 104%. انظر الآن الربح 104%. أعتذر، أنا الإخوان نصور الهدف. بالمناسبة أنا لا أدخل لقناة توصيات المدفوع حاليا، لأننا أوقفنا الاشتراكات منذ مدة طويلة جدا، لا يوجد هناك لا تجديد ولا تسجيل جديد، بمعنى الناس الذين كانوا هنا يعني أوقفنا اشتراكاتهم أن لا يجددون وهم جالسون هنا، الناس الجدد لا يدخلون حتى يستقر السوق ونرى أن يعني الوضع جيد جدا لبداية التداول. زائد أنا حاليا في عطلة، معروف يعرفون أنني عطلة الصيف أخذ لغاية تقريبا يوم 10 أو يوم 15 شهر 9، سنستأنف مرة أخرى يعني نشاطاتنا في قناة توصيات المدفوعة وكل شيء، والشباب الموجودون هنا منذ نزول السوق لم يدفعوا أي فلس إضافي وجمدنا الاشتراكات، والآن هم يعني مشتركون مجانا يعني لا يدفعون أي شيء حتى نستأنف مرة أخرى للاشتراكات. وحاليا ترون أن هناك الحمد لله أهداف وليست أهداف عادية، الناس حاليا تحاول استرجاع الخسارة، استرجع الخسارة، نحن نربح 100% فوق 100% أمامكم. لن يقول لكم شخص كذا كذا كذا، تشاهد كل شيء مباشرة أمامك. المهم، إذا تم القصف في نجاح، والشيبة تحتاج يعني الآن أصبح هناك خوف في السوق خوف في السوق، لكن بالنسبة لعملة الشيبة هذه ستضرب الهدف الثاني والثالث أكيد، لكن هذه ليست يعني لمن يريد السؤال، لمن يريد أي يعني، أن هذه ليست توصية استثمارية، هذه ليست توصية للشراء. نحن عندنا، شوف عندنا يعني سعر شراؤنا، اسمعني نقول لك الفرق بيننا وبينك، نحن سعر شراؤنا هو 82، يعني شراؤنا ب 82 وانتظار ال 20 لا توجد مشكلة، يعني 8.2 هو سعر الشراء وانتظار ال 20 لا توجد مشكلة. الشخص الذي ينتظر اليوم عنده أصل الربح 104% حاليا ربح، أما أنت إذا دخلت الآن واشتريت ولم تصل لل 20 فستكون عندك خسارة إذا نزلت مثلا ل 15 أو 16، أما نحن يعني إذا نزلت ل 15 و 16 عندنا ربح 90%. لهذا لا تأخذ توصياتي التي يعني تكون مثل العظم، الأشياء التي أشاركها معك الآن في يوتيوب هي مثل عظم أخذ منها اللحم، العظم باللحم هو عندما كانت يعني الشيبة ب 82 يعني 8.2، حاليا هي في 17 رأيتها يعني ضعف 100% ربح عندهم عند الشباب، يعني أنت إذا دخلت هنا فهناك يعني احتمالية بقائك عالق قليلا، لن تخسر، يعني 17 ليست سعر غالي جدا للشيبة، لكنك هل أنت ذو صبر يعني لشهرين ثلاثة أشهر دون نفس طويل جدا؟ نحن تداولنا تداول أصحاب نفس طويل، أصحاب سنايبر، لا نبيع بخسارة، هذا هو القانون، هذا هو القانون. لماذا سننتظر أم الشيبة شهر شهرين خمسة أشهر؟ لا توجد مشكلة. المهم، شكرا لكم والسلام عليكم.